السلام عليكم بنات ومرحبا بكم معنا اليوم جديد واحد الوصفه اللي كتكون سهله مهله بحال الكونسيبت ديال القناه ديالنا بيان في فيت في. الوغ باش تشاركوا معنا الوصفه دعمونا كومونتيو لايكيو وبارطاجيو مع صحابكم، على الله تعمل منفعه على الجميع. اليوم كما قلت لكم ان كات كار او بوم، واحد الكيكه بالتفاح. اشنو لي زانغريديون؟ عندنا 150 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال سنيدة، عندي تفاحة مقطعة دي ترونش هكا دي لاميل، عندي 150 مليليتر ديال الحليب، وعندي 90 مليليتر ديال الزيت، وعندي سكر فاني، وعندي الخميرة. alors pour les ingrédients 150 غرام دو فارين 150 غرام دو سكر، une pomme coupée en lamelles، 150 ml du lait et 90 ml de l'huile, un sachet de vanille, un sachet de levure, il y en a 3 œufs. Mon four il est allumé, préchauffé à 150 degrés. Le moment qu'on va tout faire, qu'on va mélanger nos ingrédients, on va mettre dans le moule qui est déjà prêt à côté et on va l'enfourner à 170 degrés pour 45 minutes. من بعد ما غادي نجمعوا الخليط ديالنا كاملين البنات غادي نديروه في اللاطه ديالنا، والفران ديالنا راه مشعول على 150 درجه بريشوفاج زعما وجدناه، وملي غادي نجمعوا المقادير كلها والعباد ديالنا غتكون واجده غادي ندخلوا الفران على 170 درجه لمده 45 دقيقه حتى كيتحمر كامل. ما تحليش عليه الفران، لا خليتي على 170 درجة ما تحليش عليه الفران، حتى ديري واحد لالارم ولا سونيت في التليفون ديالك ولا اللي عندك واجد على مدة 45، من 40 حتى 45 دقيقة. صافي وطفي على الفران ديالك وخرجيها، وغادي نوريها لكم في التقديم في الطبق النهائي وغادي تشوفوا كيفاش هاد الكات كار كتجي. على بركة الله غادي نبداو. مش غادي يخدمو، غادي يخدمو البيض ديالنا لي 3 زو مع 150 غرام ديال السنيدة، غنزيدو عليهم السكر فاني، وغادي نزيد عليهم الخميرة، البنات الخميرة أنا عندي 15 غرام، كتجي منفوخة وزوينة. غادي نضرب جوي بلونشيغ هاد ليطاب هادي لي زو مع لو سكر ou le sucre vanillé ou le sachet de levure. غادي نخدمهم مزيان 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 حتى يبيض لينا الخليط ديالنا. خاصو ضروري تخدموه كيتخدم مزيان 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 حتى كيعود لكم بيض بحال هكا، واللي عنده الدرب الكهربائي راه هو كيستعملو كيخدم في بلاصتو وكيطلع حسن من مدرب يدوي. كتعود عندكم بحال الشكل ديال الكريمه، فوالا بيضت. غادي نزيد الزيت هو الاول، 90 مليليتر ديال الزيت، ما كيبانش في الخليط شفتيوه، كنزيد عليهم الحليب، كنعاودو نضربو مزيان. والطحين لافارين كنزيدوها شويش بشويش، معلقه معلقه، حتى وكان لاباط ديالنا كتكون واجده. غادي نبدا بجوج معالق هما الاولين، غادي نجمع الخليط ديالي وشويه بشويه باش منها الطحين ديالي ما كيتكورش، ما كيجيونيش هذوك الكويرات صغيورين لاباط ديالي، ومنها كنشوف
العقده واش صافي عليها من الطحين ولا لا. يا راه 150 غرام، مي سا ديبون، راه كل طحين وطحين. هذه 150 غرام ديال الطحين. لاباط ديالي واجده، ما يحتاجش نزيد ليها طحين. الو تكفينا 150 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال السنيده، 150 مليليتر ديال الحليب، 90 مليليتر ديال الزيت، 3 البيضات، خماره ديال 15 غرام، وسكر فاني. الخليط ديالي واجد، غادي نفرش واحد لي طرونش قدامكم. انا المول ديالي واجد، غادي نفرش واحد لي طرونش بحال هكا. ولي شات كنديرو في الخليط ديالي. وغادي نصب الخليط ديالي في المول، وغادي ندخلو الفران، غادي نطلع لحد درجة الحرارة على 170 درجة مدة 45 دقيقة. الوغ جو في ميت لو ميلونج دو ما بات دون لو مول، جو في لونفورني او فور ا 160 ديكري 45 مينوت، اي اون بريبار لو بلا انسومبل، لو بلا فينال انسومبل. البنات بسم الله ما شاء الله، يعني مورا 45 دقيقة على حرارة ديال الفرن 170 درجة، شوفوا تبارك الله وصل النبي كيفاش تحمرات، كيفاش تنفخات. انا غادي نحيدها من المول وغنحطها في الطبق اللي حطيته قدامكم، وغادي نوريكم التقديم النهائي ديالها. الوغ بقاو معايا واحد دقيقة وانا راجع لكم. البنات ما شاء الله سبحان الله والله اكبر، تبارك الله وصل النبي، اللون ديالها غزال غزال غزال. شوفوا لي مورسو دو بوم كيفاش كيجيو من الفوق، وشوف على الله غادي نتكي غير شي شويه في البلاطو باش تشوفوا صلاه النبي. الوغ كنتمنى يا ربي تجربوها وتجاوبوني، لان حتى المذاق ديالها كيكون يا سلام يا سلام بحال الشكل ديالها. يا ربي نكون خفيفه ظريفه عليكم كما العاده في هذا الفيديو هذا. كنتمنى انكم تبارطاجيو مع اصحابكم هذا الفيديو هذا، تكومونتيو وتلايكيو وتردوا عليا الخبر. الوغ كما العاده كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.